ننتقل إلى الموضوع التالي. تواصل لقناة هلا الفضائية مرافقة المصالح التجارية في البلدات العربية والتي عاشت ظروفا صعبة في ظل أزمة الكورونا، وما أن بدأت بالانتعاش الأوضاع فيها حتى دهمتها المواجهات الأخيرة التي أثرت بشكل مباشر على الحركة التجارية. مراسل قناة هلا الفضائية حسين العبرة ينضم إلينا في بث حي ومباشر من مدينة باقة الغربية، إذ نريد أن نستفسر منه عن صورة الوضع في باقة هذه الأيام. مساء الخير لك الزميل حسين العبرة. إذن معنا الزميل شحادة عازم. لك والمشاهدين أهلا بكم من مدينة باقة الغربية. نتواجد هنا في مجمع وشبكة أحمد زهدي ماركت في مدينة باقة الغربية، وكما تشاهدون من الخلف أن يعني هناك حركة تجارية نشطة هنا في هذا المجمع الجديد، ونقول أن عدد قليل من الزبائن من المجتمع اليهودي يصلون إلى هنا في خلال الأيام الأخيرة. نعم، هناك الأحداث الأخيرة كان لها تأثير كبير على الحركة التجارية ووصول الزبائن من المجتمع اليهودي إلى هنا إلى مدينة باقة الغربية. أيضا نقول أيضا أن هناك يعني اجتماعات وأيضا لقاءات لتنشيط الحركة التجارية وإعادة الزبائن والعلاقات كما كانت خلال الفترة الأخيرة. بجانب هنا عبد حسين هو مدير شبكة أحمد زهدي ماركت. عبد حسين، نعم، يعني بنحكي على الحركة التجارية اللي تأثرت أكيد بعد الأحداث الأخيرة عندكم كمان هون في باقة الغربية. طبيعي جدا بعد الأحداث الأخيرة اللي كانت فترة العيد، كان في تأثير على الحركة التجارية من اليهود في دخولهم لباقة بشكل عام وللمجمع بشكل خاص. أحمد زودي ماركت في المجمع هون هو عنصر هام جدا اللي بيستقطب كثير من اليهود اللي موجودين إن كان في المدن القريبة أو المارين على شارع 6. بالفترة الأخيرة احنا ملاحظين إنه الكمية قليلة جدا اللي دخلت لهون، حتى يمكن كانت قريبة من الصفر. يمكن تعال نقول باليومين الثلاث الأخرانيات بلشنا نحس إنه في رجوع. برأيي الخاص هو مش مقاطعة أكثر ما هو كان خوف وقلق من الدخول للبلدات العربية في باقة طبعا كمان. هذا رأيي الخاص طبعا. الأيام القريبة راح تبين الأوضاع أكثر، تكون واضحة أكثر على إنه اليهود راح يفوتوا أكثر لهون. نعم، كيف ممكن يعني تغيروا الوضع أنتم كأصحاب محلات تجارية، أصحاب مصالح تجارية في مدينة باقة الغربية، ومهم جدا لكم دخول وعودة الزبائن اليهود إلى مدينة باقة الغربية والبلدات العربية بشكل عام؟ دخول اليهود لهون أكيد مهم، ولكن ومش مهم أكثر من دخول العرب لهون. تعال نحكي هيك، صح في يهود اللي قللت من الدخول للبلدات العربية، ولكن في يهود كمان قللت من الدخول للمحلات اليهودية فبلشت تفوت على المحلات العربية، فالإشي بتوازى. حملاتنا دائما بتكون موجهة للطرفين، بتكون موجهة لليهود، بتكون موجهة للعرب، حتى في الأعياد إن كانت الأعياد اليهودية أو الأعياد العربية حملاتنا كانت تتوجه للأعياد. العلاقات الاجتماعية والعلاقات بين الشعبين مهم جدا. أكيد 100% العلاقات طلع العلاقات اليوم راح يخذ لها وقت ما تتغير. الأحداث اللي صارت أحداث مش هينة عند الطرفين، فعشان يترجع هاي الثقة والعلاقات تكون بدها شوية وقت. بدنا نصبر على هذا الأمر. بغض النظر، في اليوم أحمد زهدي ماركت بحاول قد يعني أكثر من شغلة اللي يحاول يستقطب اليهود من جديد لهون. إن شاء الله خير. نعم، يعني بدنا نحكي إنه أزمة الكورونا اللي كانت في البلاد وفي العالم بشكل عام أثرت على أيضا بشكل خاص على السكان العرب في البلاد. السؤال كيف ممكن يعني التعويض من الدولة، يعني هل كان التعويض متساوي، هل كان كافي للمصالح التجارية؟ ما أعتقدش إنه التعويض كان متساوي. بغض النظر، في محلات كثيرة اللي اتضررت طبيعي جدا. المحلات اللي زي السوبر ماركت نحكي والمحلات التجارية اللي بتبيع مواد غذائية أقل الضررات من المحلات اللي هي زي مطاعم وزي مقاهي وزي هيك. أنا صعب أقرر هذا الأمر. الأمر بدي الضرر كان أكبر لمحلات اللي هي ما كانتش تبيع أكل زي محلات ملابس، مقاهي أو مطاعم. نعم. والآن هون في باقة الغربية مهمة جدا أيضا، يعني الأوضاع السياسية ممكن أثرت على الوضع ودخول الزبائن، ولكن عندكم في البلد يعني كما يحدث في المجتمع العربي بشكل عام الأعمال العنف اللي بتأثر
على العلاقات بين الناس. هاي الأمور ممكن الناس نعم يحاربوا. من حق كل بني آدم يعبر عن رأيه، من حق كل بني آدم يقول اللي في داخله. أكيد فيش حدا مع العنف، فيش حدا مع التخريب، ولكن حقنا زي حق أي شعب، زي حق أي بني آدم بغض النظر كان عربي أو يهودي، نعبر عن الإشي اللي جواته، نعبر عن الكبت اللي كان جواته. أكيد فيش حدا بتمنى العنف، فيش حدا بتمنى الخراب، كلياتنا بنتمنى التعايش، كلياتنا بنتمنى تكون علاقاتنا منيحة مع جيراننا، كلياتنا بنتمنى تكون علاقاتنا منيحة مع مع جيراننا اليهود كمان. شكرا يا عبد الحسين. وزميل شحاد يعني قبل أن أعيد البث أيضا بجانبي أيضا أحد أصحاب المحل التجارية هنا في مدينة باقة الغربية، تعرف عليك. نسيم عمر صاحب كافيه غريغ متحام وي سنتر. نعم، أنت كمان كنت تستقبل كثير زبائن من المجتمع اليهودي، الآن الأمر تأثر، كان عندك تأثير؟ إشي طبيعي، طلع بعد الأوضاع الأخيرة تغيرت الإجر من ناحية الجيران اليهود أو من ناحية الشعب اليهودي، لأنه صار في تخوفات منهم إنهم يجوا على المنطقة، زي ما في عنا تخوفات إنه نروحنا المناطق عندهم. الوضع مش كثير مريح لأنهم يجوا يتسوقوا عنا وإحنا نتسوق عندهم. بعيدا عن السياسة الإشي كثير أثر على كيف ممكن نرجع العلاقات زي ما كانت أو على الأقل نصلح هاي العلاقات. طلع أول شيء السياسي أو الرجال السياسي لهم كثير تأثير على هذا الإشي، إذا يرفعوا من هاي الأشياء أو ينزلوا منها. طبعا إحنا بدورنا كأصحاب محلات تجارية بنوصل صورة اللي هي سلمية لكل الجيران، لكل الإجر اليهودي اللي بتيجي عنا هون، لكل الزبائن اليهود اللي بيجي عنا هون، نورجيهم إنه إحنا بعاد عن هاي المغاوشات أو بعاد عن هاي السياسة، بغض النظر شو الآراء وشو رأينا إحنا في الموضوع اللي صار عشانه المشاكل. بالتالي إذا بدك تيجي على الإشي من ناحية اقتصادية، الإشي كثير بضر. نعم، يعني الناس أو أصحاب المحلات التجارية في المجتمع العربي بشكل خاص يعني ما صدق أنه يرتاحوا ويخلصوا من أزمة الكورونا. بالزبط. أجت هاي الأزمة الأخيرة. بالضبط، الإشي كثير أثر بفترة الكورونا كثير، يعني كنا متوقعين نقول أنه يعني هذا أكبر مصيبة يمكن تيجي على المحلات التجارية. خلصنا من الكورونا، أجت قصة المظاهرات وقصة الحرب الأهلية. شكرا لك يا عمر. العفو، اهلا وسهلا فيكم، شرف. نعم زميل شحاد عازم، هذه صوره الوضع هنا في مدينه باقة الغربيه. ايضا هنا الاحداث الاخيره كان لها تاثير كبير وضرر على الاقتصاد المحلي في مدينه باقة الغربيه. من هنا نعيد البث الى استديوهات قناه هلا.